بعد التراجع الكبير لمعدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضرراً بالوباء، خرجت منظمة الصحة العالمية بتنفي وجود دليل على تغير فيروس كورونا المستجد، سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض اللي بيسببه. لكن المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها. وصل عدد الإصابات حول العالم حتى الآن لأكثر من 6 مليون إصابة في حوالي 180 دولة، وحوالي 375 ألف وفاة و3 مليون حالة شفاء. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. هيعرفنا أكتر عن هذا الفيروس، هل فعلا ممكن يضعف ولا لا؟ إيه العوامل اللي ممكن تضعف الفيروسات بشكل عام؟ أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا استاذ إسلام. أهلا بحضرتك. هل الفيروس ممكن يضعف ولا لا؟ سؤال كويس جدا نبتدي بيه. هو عموما كل الفيروسات اللي مرت على التاريخ كله الحمد لله بفضل ربنا بتضعف، لان ده لو ما كانش حاصل كان اول فيروس واجه البشريه كان قضى على البشر كلها. ايوه. هو في دوره حياه لاي فيروس، الفيروس بيجي ويشتد، بعد كده يبتدي الموجه بتاعته تضعف ويجي في موجات بعد كده. الموجات اللي بعد كده يا اما بتبقى بنفس القوه زي الانفلونزا مثلا، احنا كل موسم بيبقى عندنا موجه جديده، أو بتبقى ضعيفة زي مجموعة كورونا، يعني مجموعة فيروسات كورونا سارس أو ميرس. حتى الآن بيجينا منها موجات، بس موجات ضعيفة للغاية. نأمل سارس كوف 2 فيروس كورونا اللي حاليا موجود يكون برضو زي بقية إخواته في مجموعة كورونا، ويجي الموجة الثانية بتاعته أضعف بإذن الله. لكن لازم أن يكون في موجات ثانية للفيروس، ده العادي، يعني ده العادي في الفيروسات عامة، هي بتيجي في هيئة موجات. ايه العوامل بقى اللي بتضعف الفيروسات بشكل عام يا دكتور؟ هو عموما الفيروسات